السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. اجتماع بعد جفاء، أحزاب كردستان تفاؤل في الصفحة الجديدة وتجاوز نقاط الخلاف. بعد جريمة حرق المصحف الشريف، شرارة الاحتجاج والمواقف المنددة تبدأ مبكرا من بغداد. أضحى مبارك مشاهدي الأحبة، بعد أن ثقلت ملفات التقاطع الكردي وكادت أن تسحب أصدقاء الأمس وشركاء الجبل إلى مساحة انفراط العلاقة دون عودة، عادت مؤشرات الالتئام تنبض بالحياة، مشتركات عززت من رصد التوافق أو رصيد التوافق وأبعدت علامات التنافر، ويعول عليها في طي سجال امتد لسنوات. والبدء أيضا بالصفحة الجديدة عنوانها الأبرز التكامل والشراكة في إدارة الإقليم والابتعاد عن فرض سياسة الأمر الواقع، وهذا ما تشجع عليه بغداد. فكما يبدو أن شعب كردستان هو من دفع فاتورة هذا الخلاف، غير أن إكمال هذا المسار مشروط بترجمة هذا التفاؤل نحو الميدان. في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فإن جريمة حرق المصحف الشريف الحاصلة في السويد دقت نواقيس الخطر من محاولات تحفيز خطوط الكراهية والتمييز بين الأديان والعزف على أوتار الحقوق المقطوعة وأي حق في التعدي على معتقدات الآخرين. ففي الوقت اللي قطعت فيه الإنسانية أشواط كبيرة في تثبيت ركائز التعايش السلمي وإنهاء حقبة العنصرية، يحاول البعض بهذه الأفعال الدنيئة والمستفزة لمشاعر المسلمين أن يجر الجميع لمستنقع الإرهاب والانغلاق. هذين الملفين مشاهدي الأحبة راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين في الأستوديو، الأستاذ مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أهلا بك أستاذ مهدي، وكذلك ينضم معي عبر سكايب الأستاذ أحمد الهركي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني من السليمانية، ضيوفا كرام. أستاذ مهدي، أول لقاء بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بعد محطات تقاطع ليست بالسهلة، هنا أسأل حضرتك نتحدث عن هذه الصعوبات، انتخاب رئيس الجمهورية، الموازنة العامة، كيف يمكن أن يقرأ هذا المشهد؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لجنابك وقناتك، وكل عام وأنتم والكادر الإعلامي وشعبنا وأهلنا وبلدنا في ألف خير وسلامة، وينعاد على الكل إن شاء الله بالخير واليمن والبركة. حضرتك تعرف أستاذ العزيز، الخلافات ليس وليدة اليوم، خلافات يعني لسنوات ماضية وخلافات عميقة كانت حقيقة، واللي مرينا به ليس فقط إن كانت الموازنة، إن كانت الخلافات اللي حدثت من وراها، ولكن هناك نقطة جدا مهمة، وهي أنه مصلحة شعب إقليم كردستان وكيان إقليم كردستان فوق كل الحزبوية والفئوية، كل هذه الأمور بنظر القادة قيادة الإقليم وقيادة الكرد بشكل عام. لهذا السبب في كثير من الأمرار اللي نمر بها أنه تحدث هذه الخلافات، ومن بعد يكون هناك حوارات وتهدئة الأوضاع، ومع كل الأسف في كل مرة نمر إلى أن تضرب هذه الاتفاقات أو تكون هناك مشاكل وتعاد الكرة مرة ثانية، وهذا ما مررنا بها على الفترة الماضية. ولكن هناك مثل ما ذكرت لحضرتك أنه هناك مصلحة الشعب إقليم كردستان، كانت هذه الحوارات بداية خير أولا وبداية انطلاقة لحلحلة هذه المشاكل، وليس في اجتماع أول يكون هو حل لكل المشاكل، ولكن هي بداية لحل هذه الإشكالات وهذه العقد اللي كانت موجودة.
ومن ضمن الحوارات هاي تم مناقشة كثير من الأمور، من ضمنها الموازنة، من ضمنها قانون النفط والغاز يشرع، من ضمنها الانتخابات والاتفاق على الانتخابات. وبما أنه الآن لا يوجد لدينا برلمان فيجب أن يكون هناك اتفاق على موعد الانتخابات اللي هو أساسا موجود 18 بالشهر 11، ولكن تغييرات مع المفوضية في بغداد، كل هاي الأمور استوجبت أن يكون هناك هذه الحوارات وبدء بها من جديد. وأعتقد خلال الأيام القادمة أيضا ستكون حوارات من أجل بلورة هذه النقاشات إلى حلول ممكن تساعد بحل حالة الإشكالات الموجودة. مجددا حياك الله أستاذ أحمد الهركي. يتحدث الأستاذ مهدي عبد الكريم عن حل حالة الخلافات الموجودة، وبالتالي هنا أنا أيضا نتساءل، يعني هذا الاجتماع المنعقد في أربيل بدعوة من اليكتي، كيف يمكن قراءته مع متغيرات الساحة العراقية وإنجاز الموازنة العامة والدخول بالعد التنازلي للانتخابات المحلية من وجهة نظرك؟ أستاذ أحمد صوت حضرتك ما واضح عندي بصورة صحيحة، يعني إذا ممكن مايك أو فت قضية معينة بالموبايل أو الحاسبة. أستاذ حالي هسه تمام تفضل. الحين حضرتك حياك الله. أقعد في السماء خشع فيما أقول السماء يأتي بعد واضح يدفع لذلك هذه حاجة إرادة بين بصورة عامة، وكذلك حوار يضم الأحزاب. أستاذ مهدي، وإن لم تكن فكرة أستاذ أحمد الهركي واضحة بصورة صحيحة، أيضا الشباب يعالجون هذا الموضوع، أسأل حضرتك عن أزمة شرعية المؤسسات الدستورية في الإقليم. هذا الموضوع يعني أخذ كثيرا من المساحة والنقاش، خصوصا بعد قرار المحكمة الدستورية. هل هذا الموضوع كان المحفز الرئيس لهذا الالتئام، إذا ما سميناه الالتئام الكردي؟ حقيقة دعني بس أهني أخوي العزيز الغالي أستاذ أحمد الهركي، وبالكردي نقول جشن عيد مبارك لجنابك أستاذ أحمد الغالي. حضرتك تعرف انه اللي قرار المحكمه الاتحاديه بعد يعني الغاء تمديد برلمان اقليم كردستان باعتبار الجهه التشريعيه الاعلى والاكبر في اقليم كردستان، كان هناك حضرتك المستحقات او المقبله، وهي اولا نقول عليه الانتخابات المقبله يجب ان تكون لديها هناك مفوضيه، الامور اللوجستيه، قانون الانتخابات، كل هذه الامور اذا لن يناقش ولن تكون هناك حوارات من اجل التوصل الى اتفاقات، من اجل مشاركه كل الاحزاب اللي موجوده في اقليم كردستان، فكان لا تكون هناك يعني عمليه سياسيه. اذا هناك ضروره جدا يعني أن تكون هذه الضرورة هي البدء بالحوارات، إضافة إلى المشاكل اللي كانت موجودة حقيقة سابقا أمامها مستحقات شعب إقليم كردستان وكيان إقليم كردستان، من ضمنها هذه الانتخابات التي ستكون حقيقة في هذه المرة انتخابات مفصلية
باعتبار أنه سيستخرج من هذه الانتخابات، ليس كالانتخابات السابقة، مدى قوة كل حزب، مدى قوة كل إمكانية هذه الأحزاب بحصول على مقاعد يمكنها بتشكيل حكومة، ليس كالسابق أنه اللي كان يجب الانتظار على بقية الأحزاب، مثل ما حصل حزب الديمقراطي الكردستاني 46 مقعد وانتظر أكثر من 3-4 أشهر إلى أن التأم بقية الأحزاب، حتى اللي ما عنده أصوات أو ما عنده مقاعد تم إشراكه في تشكيل الحكومة. هاي نقطة يعني حقيقة في هذه المرحلة ستكون مرحلة اللي يحصل الكيان، اللي يحصل الحزب، اللي تحصل الكتلة. لهذا أعتقد مرحلة مفصلية اللي ستكون تقود إقليم كردستان نحو عملية سياسية جديدة، عملية سياسية ناجحة ليس فيها اعتراضات، حتى وكانت تتهم دائما بالتزوير، بالتفرد، إلى آخره ما كنا نتعرض له. الآن في هذه المرحلة ستكون إن شاء الله مرحلة جديدة باتفاق جميع الأحزاب الموجودة، خاصة الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، من أجل إقامة انتخابات نزيهة شفافة يعترف بها الكل، ولا تتشوه بأي طريقة من الطرق اللي كانت مستخدمة سابقا. طيب أستاذ أحمد، مجددا يعني إن شاء الله يكون الصوت أوضح من قبل شوية، ربما ستكون انتخابات برلمان كردستان هي المعيار والمحك في تجاوز نقاط التصلب من عدمه. هنا أكو اعتراض من الاتحاد على آلية الذهاب نحو هذا الاستحقاق، باعتبار أنه كانت هناك إشكالية على قاعدة البيانات. أسأل حضرتك، هل وجدتم استجابة من الديمقراطي حول هذه النقطة المفصلية؟ عفوا، يعني أسأل حضرتك عن الآلية نحو هذا الاستحقاق، باعتبار أنه كانت هناك إشكالية في قاعدة البيانات، فهل كانت استجابة من الديمقراطي حول هذه النقطة المفصلية بالعلاقة؟ استاذ احمد الصوت واضح حاليا، تسمعني بوضوح؟ واضح جدا، تفضل. نعم استاذ احمد، في البدايه تحيه لحضرتك والمشاهدين الكرام والضيف الكريم، كل عام انتم بخير. يعني بتعقيب سريع عن ما ذكرته في الجزء الاول، بسبب الصوت لم تصل الفكره لحضرتكم المشاهدين. نعم. الاجتماع ياتي يعني مثلا بعد فتره مرحله ما بعد الموازنه، ولا يمكن اختزال مشاكل الاتحاد والديمقراطي في اجتماع واحد، ولكن ممكن ان يشكل اساس لاجتماعات مقبله. هناك معلومات تتحدث يكون هناك اجتماع اخر بعد العيد، هناك استحقاقات على المستوى الوطني، مرحله ما بعد الموازنه، انتخابات مجالس المحافظات والمحافظات التي ستجري فيها، ومشاركة الأحزاب الكردستانية في كركوك، إديالة، نينوى، وصلاح الدين وغيرها، أيضا انتخابات أقليم كردستان. وسؤال حضرتك يتعلق بانتخابات أيضا قبل السؤال كردستان. أستاذ أحمد، الأستاذ مهدي قدم لحضرتك معايدة بالكردي، طيب هل هذه مغازلة سياسية لو هي تهنئة عيد؟ لا أنا يا أخوي أستاذ أحمد بدون ما يحتاج مغازلة. نحن منافسين سياسيين أستاذ أحمد، ونحن لسنا أعداء، يعني هذا بالتأكيد سياسي، بالتأكيد. ونتمنى أن التنافس السياسي شيء، ولكن لا توجد عداء بيننا، فنحن مشتركين في الوطن، في المصير، في التاريخ. لذلك كلنا يعني نتمنى العراقيين بصورة عامة وليس فقط داخل لا، خلينا نسمع المعايدة من الأستاذ مهدي حتى تجاوب أيضا باللغة الكردية. كلنا نختلف في أمور معينة، ولكن يجمعنا التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، لذلك علينا أن تكون دائما نؤكد على المشتركات. يعني ربما نحن دعاة المشتركات ودعاة التقاء المصالح والتأكيد بالهم المشترك، دائما نعاني من يعني مثلا من نوع من هناك بعض الأصوات المتطرفة أحيانا، ولكن لو فكرنا بمنطقية يجب أن نؤكد على نقاط المصالح حتى في المستوى الوطني العراقي. أستاذ مهدي عيدنا المعايدة لأن ما حفظتها من المشتركات. استاذ احمد فيما يخص هذه، بس عفوا استاذ احمد، هناك مشاكل قانونيه وفنيه تخص انتخابات اقليم كردستان بعد قرار المحكمه الاتحاديه. مثلا ما هو القانون الذي ستكون عليه الانتخابات؟ مفوضيه بغداد كانت واضحه في موقفها قبل فتره عندما قالت انها لا تستطيع ان تقوم بالانتخابات مع انتخابات مجالس محافظات في كانون الاول المقبل، اي في نهايه العام الجاري، وولايه المفوضيه ايضا ستنتهي في 7 كانون الثاني 2024. الانتباه لهذه التواريخ مهمه جدا، ولكن هناك امور تتعلق بالاراده السياسيه. انا برايي الحوارات السياسيه على مستوى الأحزاب الكردستانية مهمة جدا، وخاصة بين الاتحاد والديمقراطي والأحزاب السياسية الأخرى.
لذلك يعني ربما نشهد الفترة المقبلة هكذا نوع من الحوارات. يعني الموضوع لا يتعلق يعني يتعلق ببعض الأمور محتاجة إلى نوع من التوافق الوطني داخل أقليم كردستان، يعني فيما يتعلق بجزئية المشاركة في الانتخابات مجالس المحافظات، والأهم انتخابات برلمان أقليم كردستان. يعني هناك الآن أزمة في شرعية، يعني خاصة بعد أنه السلطة التشريعية والبرلمان أصبح معطل بقرار من المحكمة الاتحادية. لذلك هناك مجموعة من الأمور تتطلب حوارات سياسية جادة. إن توصلنا إلى حوارات في تلك الفترة ربما المفوضية تحت يعني أقول ضرورة الظرف، يعني لأن مدتها تنتهي في 7 كانون الثاني 2024، ربما أنا هنا أتحدث عن سيناريو ليس مؤكد، ربما تكون انتخابات لبرلمان أقليم كردستان بالتزامن مع مجالس المحافظات أو في نفس الشهر على الأقل، ربما في أيام مختلفة. فيما يخص جزئية البيانات التي ذكرتها، يعني كان هناك نوع من الاتفاق بين الاتحاد والأحزاب السياسية الأخرى وأيضا مع الديمقراطي أن يتم اعتماد السجل البيومتري المعتمد في انتخابات تشرين الأول عام 2021، أي بيانات وزارة التخطيط والتجارة العراقية، هي أكثر شفافية لو تحدثنا بصراحة. لذلك الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، تطبيق الجزئية المتعلقة ببيانات وزارة التخطيط والتجارة ستكون هناك، وإشراف المفوضية في بغداد على الانتخابات، لأن المفوضية في الأقليم انتهت شرعيتها، وكل قرار صدر يعني حتى الجلسة الشهيرة لتمديد المفوضية في برلمان أقليم كردستان أصبحت باطلة بحكم قرار المحكمة الاتحادية. لذلك إشراف المفوضية في بغداد، قانون انتخابي جديد، اعتماد سجلات التخطيط والتجارة في بغداد وتطبيقها على أقليم كردستان، لأن هي عملية بسيطة، لأن الناخب في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة هو مسجل ضمن الدولة العراقية. لذلك ربما نحتاج فقط إلى عملية سريعة لتحديد الناخبين وأيضا إضافة المواليد الجدد. هذه العوامل كلها سنكون أمام انتخابات شفافة، يعني ستغير نوعا ما الخارطة السياسية في أقليم كردستان. طيب أستاذ مهدي، يعني إذا ما وحدت الأحزاب الكردستانية موقفها برؤية واحدة تمثل رؤية أقليم كردستان، هنا هل راح يتوفر أو توفر كردستان عناء المباحثات أو التقاربات السياسية على بغداد؟ هل راح تسهم في تنقية المناخ السياسي العام في العراق فضلا عن الجو السياسي في كردستان؟ أكيد حضرتك تعرف أنه عندما يكون قرار مشترك وقرار واحد من جميع الأحزاب المشاركة في العملية السياسية في إقليم كردستان سيكون قرار قوي واتجاهها أقوى. لهذا السبب عندما كان يأتي وفد من الديمقراطي وإن كان يأتي وفد من الاتحاد الوطني وبقية الأحزاب تكون حتى قرارات مشتتة، ولكن الآن الكل يأمل أن تكون هناك، باعتبار أنه انتخابات قادمة يجب أن يكون رؤية مشتركة لهذه الانتخابات وإقامتها وقانونها ومفوضيتها، وحتى بالنسبة لسجل الناخبين مثل ما ذكر أخويا أستاذ أحمد، إحنا لدينا مشتركات كثيرة مثل ما ذكرها، وعيد لي إياه أقول جشن عيد مبارك كاكا أحمد، هاي بالكردي جانمي. فأعتقد هذه المشتركات هي فوق كل باعتبار هناك مصلحة شعب، مصلحة إقليم، وفي هذه المرحلة كلما كان القرار واحد، كلما كان الأهداف مشتركة ومتفق عليها، سيكون قرار إقليم كردستان وحكومة إقليم كردستان خاصة بالمرحلة القادمة ستكون حكومة قوية تنتج من هذه الانتخابات اللي ذكرناها، إن كان من ناحية النزاهة، من ناحية الشفافية، كل الأمور تتوفر في هذه الانتخابات القادمة، من أجل أن يكون هناك حتى وفد من يكون يزور إلى بغداد، خاصة لديك استحقاقات أخرى، إن كان تشريع قانون النفط والغاز، البيشمركة، المادة 140، كثير من هذه المتفق عليها يجب تشريعها في قبة البرلمان، وحضرتك تعرف أنه لدينا أكثر من 40 إلى 50 مقعد للكرد في بغداد. عندما يكون هذا القرار واحد ستكون تشريع هذا القانون مع بقية الأحزاب والكتل السياسية بسهولة وبمرور إن شاء الله. الشعب الكردي ليس بمعزل عن هذه التقاربات السياسية أو التنافر السياسي أستاذ أحمد، وأمام مشهد ابتعاد أربيل والسليمانية كان هنالك زج لمواطني الإقليم في هذه الأزمة، أزمة رواتب، ركود اقتصادي، كيف راح يسهم هذا التقارب في إنهاء معاناة الشعب الكردي؟
يعني بصراحة أستاذ أحمد أنا أتفق مع حضرتك في هذه الجزئية. أي أزمة سياسية سواء على المستوى المكوناتي داخل المكونات أو على المستوى الوطني العراقي بصورة عامة، صدقني الضحية هي المواطن. يعني عندما تحدث الآن أزمة سياسية اقتصادية يتأثر المواطن البسيط يعني ربما أكثر من النخبة السياسية أو قادة الأحزاب وغيرها. لذلك لو فكرنا من هذا المنطلق القومي لمصالح شعب أقليم كردستان، نعم التقارب في هذه المرحلة ضروري. أيضا ضرورات المرحلة أستاذ أحمد على المستوى الوطني العراقي، يعني السيد السوداني يسير ببرنامج جيد، موضوع وأعلن أكثر من مرة أنه يجب أن نتجاوز موضوع الأزمات مع كردستان وأن يكون هناك موضوع تقارب الرؤى، يعني تكون هناك رؤى مشتركة. الاستقرار السياسي والاقتصادي سينعكس بصورة إيجابية على تحالف إدارة الدولة والذي يتحمل مسؤولية المرحلة الحالية. السيد السوداني يصير بخطة جيدة على مستوى العلاقات الخارجية، البناء الاقتصادي. العراق أصبح الآن يعني نقطة مهمة في أو مثلا يعني له أهمية خاصة في المعادلات الاقتصادية الدولية. على سبيل المثال الكل يعول العراق أن يكون ممر أساسي لطريقة التنمية إلى أوروبا، وأيضا في نفس الوقت أنا طلعت على إحدى الإحصائيات لوزارة النفط أن الصين أكثر دولة تشتري النفط العراقي. هذا يعطي يعني يعطي للعراق نوع من المرونة أن كل الأخطاب السياسية الاقتصادية الدولية بحاجة إلى العراق في هذه المرحلة، وسيكون دور العراق أكثر فاعلية عندما يكون هناك تصفير المشاكل داخليا. إن كنا نبحث عن استقرار أمني سياسي اقتصادي يبدأ من تصفير المشاكل داخل المكونات، يعني هذه ضرورة المرحلة. يعني ربما في المراحل السابقة كانت طريقة تفكيرنا كلنا تختلف، الآن نحن منافسون سياسيين سواء داخل المكونات أو على المستوى الوطني العراقي نتنافس. ونتمنى أن نكون المنافسة من أجل خدمة المواطن. طيب. ولكن لو فكرنا تنتهي الانتخابات ويكون هناك أداء حكومي في تلك الفترة، كلنا أبناء وطن واحد. أنا برأيي السياسة الحكيمة هذه الذي يحتاجها المواطن سواء داخل المكونات أو على المستوى الوطن العراقي، لأن حتى الخطابات الإعلامية يجب أن تكون بحجم المسؤولية، لأن الكلمة مسؤولية. لذلك المسؤولية الوطنية تتطلب لنا أن نساند الحكومة وأن نصير بخطى واسعة تكاتف الجميع عراقيا، هذا سيكون هناك نجاح للجميع. بخلاف ذلك صنع الأزمات وخلق يعني الأزمات داخل المكونات أو حتى على المستوى الوطني العراقي سيكون الخاسر الجميع. لذلك هنا نؤكد على نقاط الاشتراك. لذلك التقارب في بيت الكردي، ربما هذه مفارقة غريبة في الوضع السياسي العراقي الآن، هي ضرورة أيضا لو فكرنا بالمصلحة الوطنية العراقية حتى يكون هناك تصفير للمشاكل. ننطلق بالبرنامج الحكومي وننطلق بالمرحلة السياسية الحالية الذي يقودها شخصية السيد محمد شياع السوداني، يقدم الآن إنجازات جيدة نتمنى له الاستمرار، وهذا مطلوب التكاتف من الجميع على مستوى المكونات وعلى مستوى الوطن العراقي. هذا التكاتف والتقارب اللي تفضل به أستاذ أحمد الهركي، هل هنالك ضغوط دولية مورسة لتحفيز هذا التقارب أستاذ مهدي؟ حضرتك تعرف أي اختلاف في يعني في أي خاصة في هذه المرحلة في العراق بأي مكان بأي بيئة بأي بين الكتلة السياسية حتى للانتخابات سوف يؤثر على العملية السياسية برمته، خاصة في إقليم كردستان. كلما كان هناك استقرار في إقليم كردستان من ناحية العملية السياسية، من ناحية تشكيل الحكومة، من ناحية الانتخابات، من ناحية تصوير المشاكل والخلافات، ها كلها تأثر الصب في العملية السياسية في بغداد. لهذا السبب كانت هناك ليست يعني ضغوطات فقط من إن كانت ضغوطات إن كانت نقول مشورات مساعدات إن كانت تدخلات من أجل حل هذه الإشكالات كانت دولية كانت حتى محلية. السيد محمد الشيع السوداني أيضا حقيقة في برنامجه هو تصوير المشاكل بين الإقليم والمركز، وهذا يتطلب أن يكون أولا داخل المكون الكردي تصوير هذه المشاكل ومن ثم التوجه إلى بغداد، وهذا ما يعملون عليه كل الأطراف الآن في هذه المرحلة من أجل تصوير هذه المشاكل ودعم العملية السياسية ودعم حكومة السيد الشيع السوداني، خاصة في هذه المرحلة اللي يمر بها تحديات كثيرة، تحديات اقتصادية سياسية اجتماعية أمنية، كلها الآن بأمام أنظر القيادة الكردية والكل متجه على تصوير هذه المشاكل والسير بالعملية السياسية للأمام، لأنه يصب بمصلحة العامة ومصلحة البلد بشكل عام وحتى مصلحة إقليم كردستان بشكل خاص. طيب يعني بحسب المصادر أستاذ أحمد ليست هنالك نتائج ملموسة من هذا الاجتماع لحد الآن، هل يعني الأمر توقف عند كسر الجريد والجلوس وجها لوجه على أن تبنى هذه التقاربات
والتفاؤل في مقبل الاجتماعات أم أن لا زال هنالك شيء لم يطفو إلى واجهة المشهد الإعلامي؟ أستاذ أحمد، يعني أنا كما قلت أشرت لحضرتك، لا يمكن اختزال كل المشاكل الموجودة بين الاتحاد والديمقراطي في اجتماع واحد، ولكن أنا يعني كان هناك أيضا تصريح للسيد قباد جلال الطلباني قال الاجتماع كان جيد ونسعى إلى اجتماعات أفضل. لذلك من حيث المبدأ هو يعتبر يعني اجتماع جيد، من ناحية أنه كانت اجتماع واضح، يعني كل طرف سياسي نقل إلى الطرف الآخر ملاحظاته وعدم رضا عن أمور معينة. أنا قلت لك ضرورات المرحلة، هناك مرحلة ما بعد الموازنة، نحن غادرنا الموازنة، الآن هناك موازنة لثلاث سنوات مصوت عليها بالبرلمان العراقي ونافذة بحكم القانون، لذلك تتطلب يعني هناك استحقاقات ومواد تتعلق بإقليم كردستان، المادة 11-12-13، لذلك هذه الجزئيات كانت موجودة، وجزئية الانتخابات وانتخابات سواء مجالس المحافظات أو إقليم كردستان. لذلك الاجتماع من حيث المبدأ يعني يعتبر يعني اجتماع جيد، من ناحية أنه كان واضح وكان هناك يعني الصراحة موجودة، كل طرف نقل إلى الطرف الآخر ملاحظاته أو عدم رضا عن جزئيات معينة. ما ممكن أن تكون هناك اجتماعات أخرى، حسب المعلومات يقال أن هناك اجتماع بعد العيد، انتهاء عطلة عيد الأضحى مباشرة. لذلك نحن لا نستطيع، يعني حضرتك تعرف السياسة العراقية بشقيها العراقي والكردستان العراقي فيها متغيرات لحظية، وأحيانا دائما نحن أصبحت الآن سمة خاصة في الأشهر الأخيرة يكون هناك اجتماع لنقول أجواء إيجابية، يعني تصبح هناك بعض الأمور ربما تكون هناك توقعات خاطئة، لذلك أصبح التنبؤ بالعلاقة بين الحزبين صعبة جدا. من يتفائل يعني يتعرض إلى نوع من التشاؤم، ومن يتشائم يتفاجأ ب تطور إيجابي. لذلك نترك الأمور للظروف، ولكن من حيث المبدأ الاجتماع ممكن أن يشكل أساس لمرحلة قادمة، وكان واضحا من حيث أن كل طرف نقل عدم رضاه عن أمور معينة للطرف الآخر. يعني هذه البداية تشكل بداية جيدة، وأكون صريح مع حضرتك والإعلام والرأي العام، لا يمكن اختزال كل المشاكل باجتماع واحد، ولكن ممكن أن يشكل مقدمة لإنهاء المشاكل وتحديد نوع جديد من العلاقة بين الاتحاد والديمقراطي ونوع من الحوار الوطني بين الأحزاب الكردستانية بصورة عامة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد الهركي، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حدثنا عبر سكايب من السليمانية، وشكر الموفور لجنابك الأستاذ مهدي عبد الكريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ضيفا كريما في الأستوديو. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين، سماحة الشيخ نور الساعدي الباحث الإسلامي، أهلا بك سماحة الشيخ ضيفا كريما، وكذلك الله. أرحب بضيف الكريم عبر سكايب من السويد الأستاذ علاء الصفار السياسي المستقل، أهلا بك أستاذ علاء. أبدأ مع حضرتك سماحة الشيخ، من المستفيد من تحفيز الكراهية بين الديانات والمذاهب؟ نتحدث عن المجتمع الإنساني اللي قطع أشواط كبيرة وغادر هذه النصوص، لكن هنالك من يحاول إعادة تفعيلها خاصة في هذه الدولة اللي تكرر فيها هذا الفعل أكثر من مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. في البداية نبارك لكم حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على المسلمين جميعا بكل خير. لا يخفى عليكم كعالم الإعلام جميعا أنه اختيار التوقيت مهم جدا لإثارة الأحداث، وخصوصا الأحداث العالمية، وهناك أحداث سياسية متشعبة في العالم، واختيار يوم العيد عيد الأضحى الذي يتجمع فيه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بالجوامع، ويقف فيه الحجاج للطواف حول بيت الله الحرام في أول أيام العيد السعيد، هذا معناه أن الأمر أعد له ويراد منه شيء مقصود. هذا واحد. الأمر الآخر، ربما يراد هناك صنيعة فخ لإيقاع الإعلام الإسلامي والإعلام العربي بفخ، وهو جر
هذه الحادثة للمقارنة مع تقنين الشذوذ في العالم. اليوم تقنين الشذوذ في العالم جرى على البلدان التي أقامت هذا مناقشات داخلية، وهناك شيء يمنع وهو الدين الأخلاق، ونرى أن العالم الإسلامي لا يزال عصي جدا على مثل تلك التقنينات التي صدرت هنا وهناك في بعض البلدان الأوروبية أو في بعض أنحاء العالم. ولذلك جر الموضوع كما سمعت أن هناك مظاهرات ربما تريد حرق علم المثلية أو مثل هذا. هذا أنا أعتبره فخ. لماذا؟ لأنه مجرد جر القضية لمقارنة القرآن بعلم الشواذ طامة كبرى ولا يجب أن نقع فيها أبدا، لأن القرآن الكريم لا يقارن بمثل هذا، بل يعتبر لفت نظر لهذه الشريحة المنحرفة عالميا، وهو ما لا نريده أبدا. إذن نحن اليوم يجب أن نقول أن ما حدث حدث بعلم حكومة وحدث بشيء معد، يعني هناك موافقة رسمية بهذا الفعل وفي مكان يعتبر مقدس. هذا الأمر غير أخلاقي وغير إنساني على كافة الأصعدة، ونحن نعلم وأنت تعلم والمشاهد يعلم أن الحسن والقبح عقلي ولا علاقة له بأي شيء آخر. إذن اليوم هذا الفعل قبيح بكل المقاييس، فضلا عن أنه قبيح باتجاه المسلمين جميعا. أنت اليوم تغضب أناس يعتقدون أن هذا كتاب منزل من السماء له قدسية لا تدانيها قدسية أبدا، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. لذلك توجيه هذا الموضوع بحرق شيء مقدس عمل غير إنساني وغير أخلاقي أبدا. طيب حياكم الله مجددا أستاذ علاء. يتحدث سمحت الشيخ عن هذه الأعمال غير الأخلاقية وحتى غير العرفية، ولكن لما تأتي من دولة مثل السويد شنو الأبعاد الدولية والرسائل الصادرة عن هذا الفعل؟ هل حطم حلم السويد بالانضمام إلى الناتو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء تقام أنتم بالخير وانت بألف خير بالدوم والبركات سماحة الشيخ وملك الكريم. طبعا السويد اليوم في مأزق كبير، تكون هي خط الصد الأول بين هذه الكتلتين الكبيرتين، روسيا والصين من جهة وأوروبا وأمريكا من جهة أخرى، والسويد تقع على التماس، والكل يعلم أن السويد أمريكا تدفع بها للدخول إلى الناتو. لو لاحظنا ويلاحظ الكريم أنه لماذا هذا التوقيت؟ يعني في السويد صحيح هنالك حرية رأي، يعني ليس القرآن وحده يستطيع أن يحرقه الإنسان أو كذا. أنا أيضا أستطيع أن أخذ موافقة وأروح أحرق التوقات أو أحرق الإنجيل، هذا مسموح بالقانون السويدي. لكن المشكلة الآن في التوقيت، ولماذا الآن؟ يعني السويد تريد أن تدخل إلى الناتو وهنالك ضغوط، ولكن هنالك أيضا في الدولة السويدية والدولة العميقة من لا يرغب في الدخول إلى الناتو. لذلك لاحظنا عندما أرادوا واقتربوا من التصويت، والكل يعلم أن تركيا لديها شروط، قاموا وسمحوا لحرق القرآن أمام السفارة التركية. يعني كيف أي إنسان عاقل وسياسي بسيط يستطيع أن يلاحظ في هذا التوقيت تحديدا قبل بضعة أيام من مناقشة دخول السويد إلى الناتو، تسمحون وتجعلون شخص تحت أي عنوان، طبعا العناوين حرية وغير ذلك، هذه تسقط عندما يكون هنالك أمن دولة وأمن قومي وكذا. الكل يعلم هذا كله يضرب عرض الحائط. كيف جعلتم هذه الموافقات أن تكون لحرق القرآن الكريم أمام السفارة التركية، مما أدى إلى عدم تصعيد الموقف مع تركيا وهي العضو تقريبا الأصعب في الناتو؟ هذا يدل على أنهم هنالك قوة لا تريد للسويد أن تدخل في هذا المجال، ولكن تستخدم هذه الورقة الخطرة جدا. نحن نقول في السابق قلنا أن أنتم يعني السويد هو بلد صغير تعداد السكان وكذا، كل ما يميزه هو احترام الأديان واحترام حقوق الإنسان، كل ما يميزه هو هذه القيمة وعدم الانحياز، معروف السويد بهذه القيم.
لو سقطت يعني 10 مليون تعادون مليار وكسر في الكرة الأرضية، يعني إلى أين تذهبون؟ من أجل ماذا؟ لكن السويد هنالك لديها ضغوطات وهنالك تخبطات كثيرة. هذا الشخص الآن عندما قبل أن يحرق في الأمس في 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 صلاة العيد يوم الأربعاء كانت في هذا الجامع تحديدا، لأن تعرف هنالك العيد يومان، نحن قد صلينا يوم الخميس اليوم والإخوان قد صلوا أمس، لكن عندما قام بحرق القرآن هو قدم في السابق لحرق القرآن أمام السفارة العراقية، ولكن الشرطة السويدية قد رفضت، وأكثر من ذلك هي منعت الشخص بلودان السابق الذي قام بالحرق وقامت بملاحقته قانونيا، وهو الآن لا يستطيع حتى الدخول إلى السويد، لكنهم استغلوا ثغرات موجودة في الدستور والقانون وذهبوا إلى المحكمة العليا، والمحكمة العليا قالت هذا الأمر الذي أصدرته أو القرار الذي أصدرته قيادة الشرطة في السويد بمنع الحرق هذا يتنافى مع فقرات في الدستور السويدي في حرية التعبير، لأي شخص تستطيعون أن تذهبوا وتحرقوا الإنجيل أمام السفارة الإسرائيلية أو التوراة أو أي كتاب آخر، من حق طيب الشخص أن يذهب يحرقها. نعم. ولكن خلينا ننتقل إذا تسمح لي، أنتقل سماحة الشيخ. نعم خلي أقاطعك إذا تسمح. مستقل سياسيا مو هنا هي القضية الطامة الكبرى، لماذا يبدو الغرب مصرا على اللعب بالنار سماحة الشيخ واستفزاز ملياري مسلم على أن على هذا الكوكب بحرق القرآن وهذا الكتاب المقدس للمسلمين؟ هل يسعى الغرب لدفع المسلمين للانتقام بالتالي إبراز ظاهرة الإسلاموفوبيا؟ طبعا الشخص الذي قام بالحرق لا يخفى عليكم أنه هو يعني تكلم قبل ذلك بيومين على صفحته على الانستغرام، وأنا شاهدت التسجيل أنه سيقوم بذلك، يعني وكأن الموضوع بديهي، وكأن الموضوع صدر من تجار حروب، أو وكأنه هناك خط يجب أن يسير عالميا لغرض التفرقة وإثارة النعرات. يعني السير بالعالم صوب السلام العام هذا ليس نمط يعجب الجميع، وهناك من يسعى دائما لإثارة هذا الشيء، ولذلك رأينا أن هذا الموضوع قد تكرر وفي أكثر من بلد ربما وخصوصا في السويد. لكن ما نريد أن نقوله هو ماذا بعد ذلك؟ يعني عادة أي فعل أنت انظر إلى المستفيد حتى تستطيع أن تفهم من المستفيد من إثارة هذا الشيء الآن، والعالم مثلا اليوم منشغل أو إحنا اليوم نناقش هذا الموضوع ربما لصرف النظر عن شيء وربما لا، هو هذا الشخص يخدم نفس الشخص الذي قام بحق القرآن سابقا لكنه بطريق غير مباشر، بما معنى أن هناك مجموعات تحاول أن تثبت ما قلته الإسلام فوبيا أو رعب الإسلام إرهاب الإسلام العالمي، ويخدم ذلك استمرارية الموضوع بالنعرات. يعني اليوم إحنا نتجه لأن البلدان العربية بدأت تستضيف كأس العالم وبدأت تتحسن وبدأت تتصدر الصفحات العالمية بكل شيء بالنسبة للرفاهية أو التطور أو أي شيء آخر، وهذا الموضوع يحتاج إلى مثل هذه الأشياء لتغيير الصورة وإعادتها كما كان، لأنه من تشوف مثلا اختيار المسجد تروح تشوف هذا المسجد شنو كان به سابقا، وكأنه يريد يوصل رسالة أن تقرأ حتى حول هذا المسجد وما فعل سابقا وكيف كان يتعامل من الذي يصلي فيه مثلا. يعني إضافة إلى شيء آخر أخي الحبيب، نحن يفترض كوجود تجاذبات عالمية أن لا نستغرب هذا الموضوع، يعني اليوم تم هذا ويجب أن نستعد لفعل آخر بالمستقبل، يعني ممكن أن يتكرر. لماذا؟ لأنه الخط موجود. يعني اليوم أنا أفهم أنه ممكن حرق كتاب آخر لا يؤدي إلى غضب جماهيري أو لا يؤدي إلى ردود فعل مثل ما يحرق القرآن. القرآن الكريم له اليوم كما أشرتم مليارين إنسان يؤمن بهذا الكتاب ويعتقد به، وعليه شجب هذا الموضوع واستنكاره يجب أن يكون رسميا، يعني يجب أن يكون بالأمم المتحدة، يجب أن يكون بقانون عالي جدا حتى لا يكون الأمر خاضع لمزاجات. مثلا اليوم القانون السويدي يسمح مثلا بحرق كتاب، وما أعرف شنو الفائدة من أنه أنا أسمح بشيء يزعج
أطراف أو يثير غضب أطراف عالمية، وأنا أخليه كقانون. يفترض أن يكون هذا الموضوع على مستوى الأمم المتحدة، لأنه احترام المقدسات هو من ضمن الحريات، يعني هو أصلا من ضمن قانون الحريات العالمية واحترام الأشياء المقدسة. لذلك يجب أن يكون نص عالمي حتى يكون رد الفعل في المستقبل عالمي، مو يكون رد الفعل أنه أنا أستنكر كفرد بسيط، أو مثلا أنا أحاول أن أخرج بتظاهرة بالنتيجة لا تؤدي إلى ضغط على الحكومة السويدية أو أي حكومة أخرى. طيب بالمستقبل صحيح. مثل ما لو كان القرار صادر من الأمم المتحدة دعوات من دعوات محل يعني احترام. ونسأل عن الموقف الدولي أستاذ علاء، والقانون الدولي المفروض خاصة أنه يشجع على بيئة معادية للمسلمين ويذكي الطائفية، أيضا تحدث من جانب آخر عن الحكومات والبرلمانات والمؤسسات وكل النقابات والمكونات المجتمعية. هل هي مدعوة لتلقين ستوكهولم درس خشن يضطرها لتعديل قوانينها اللي تمنحها الحق في النيل من الإسلام كما أشرت حضرتك في الإجابة السابقة؟ هذا الحدث وما قبله كان بترخيص قضائي، وأيضا نعرج على القانون الدولي اللي أثاره سماحة الشيخ. ابتداء هنالك حتى في السويد هنالك قوانين تمنع ازدراء الأديان، يعني هذا من المفارقات. ومن المفارقات أيضا أنت تعلم أخي العزيز، إحنا الآن يعني هنالك صيف حار نسبيا في السويد وعدم هطول أمطار، مما أدى إلى منع إشعال أي نار. يعني الآن حتى إذا تطلع تشوي، إذا تطلع تسوي شاي على نار برا ممنوع تعلق نار. يعني بشكل عام الآن القوانين أصدرت السلطات ممنوع إشعال أي نار، لأن هذا ممنوع، يعني أنت ممنوع تعلق نار برا بالشارع أو حديقة أو كذا، في حين أنه سمحوا له أن يحرق القرآن. يعني هنالك مفارقات، القانون مطاب وهنالك يخضع إلى رغبات سياسية تارة معلنة وتارة غير معلنة. المشكلة المستفيد سماحة الشيخ قال من المستفيد، هذا سؤال كبير. إذا أردت أن تعرف شيء ابحث عن المستفيد بشكل مباشر. المستفيد هنا هم من يدعون إلى عدم دخول السويد إلى الناتو، وبالتالي الآن من شبه المستحيل أن تركيا وبعد هذا الحرق العالمي هم يعني يلعبون بالنار، لأنهم أيضا بين نارين، بين دخول الناتو وأن يكونوا حربا وواجهة وصد خط دفاعي أول لأمريكا وأوروبا أمام الدب الروسي وأمام هذه الترسانة الرهيبة وما يحدث في أوكرانيا، أو يحاولون إثارة فتنة كبيرة جدا مع مليارين شخص من المسلمين، وهذا المسألة الحساسة التي يتفق عليها الجميع. هؤلاء مستفيدون، والمستفيدون الآخرون هو الشخص هذا نفسه، الشخص السرياني اللي هو كان في الموصل، وسلوان اللي قدم قبل شهرين أو أكثر إلى طلب لحرق القرآن أمام السفارة العراقية. هو عضو في أو ينتمي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى اليمين المتطرف، إلى حزب هو يعمل بشكل يعني معلن أنه مع حزب اليمين المتطرف. وهذا الحزب يعني أنا أتذكر في 2007 يعني لما حصل على مقعدين الأمة انقلبت بالسويد، كيف يصعد متطرفون وأناس بهذا إلى البرلمان؟ السويد قد انهارت وبدأوا يكتبون أن السويد قد انتهت، والآن هو ثاني أكبر حزب. ما حدث في بلودان والحرق الأول من ردة فعل جعل السويديين الناس العاديين خائفين ويذكون مسألة الإسلام فوبيا. انظروا شخص حرق كتاب نحن لا علاقة لنا به ونحن نشجبهم، ولكن انظروا ماذا فعلت ردة الفعل من ضرب الشرطة وتكسير السيارات وحرق. إذن هم يبنون على ردات الفعل، وهذا إذا كان هذا المقصد. نعم إذا كان هذا المقصد أستاذ على يعني خلي نعم هذا اليمين. طيب الدقيقتين الأخيرة من حل سماحة الشيخ، إذا كان هذا المقصد أنه يحاولون تكبير ردات الفعل وتصغير الفعل، هنالك أيضا يعني بعض الأفعال اللي لا تمت إلى العرف الإنساني بصلة، منها أنه أعلام المثليين وهذه ما يسموها بهذه الحقوق واللي يمارسوها بمنتهى الحرية.
الفاعل ومن أيده بهذا الفعل يحرصون على حقوق الآخرين تحت يافطة الحرية وحق التعبير، لكن عندما يصل الأمر إلى الإسلام سماحة الشيخ هنا تختلف النظرة، يكون هنالك عنوان آخر. كيف سيكون الحال لو أقدم شخص على حرق علم المثليين في ستوكهولم على سبيل المثال؟ هذا ما نريد أن نقوله، وهو أنه معايير المجتمع الدولي التي يتعامل بها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تبيح له استعراض اثنين شواذ أو شاذات ويكون الترويج لهم متاحاً، في حين عرض صور قادة النصر مثلاً تعتبر عمل مخالف لمعايير المجتمع. نعم. إذن نحن نعمل ضمن معايير غير أخلاقية ومنحرفة، أو نحن لا نديرها، يعني نحن نتعامل مع معايير لا نتحكم بها ولم نقتنع بها، لكننا نرى أنفسنا في بعض الأحيان مجبرين على التعامل. والدليل اليوم أنت وغيرك ربما فقدت صفحات كثيرة بسبب كلمة حق في لحظة من اللحظات تعتقد جازما أنها لا تخالف أي شيء من المعايير السماوية أو الأخلاقية أو الإنسانية. بالفعل هي كلمة حشد، كلمة حشد، مجرد أن تقول حشد أنت خالفت المعايير. إذن أنت تتعامل مع معايير منحرفة تحاكمك، أنت اليوم تتحاكم وفق معايير منحرفة. ومنها ما يجري هذا الذي طرحتموه اليوم، لو فرضنا أخذ علم، وهذا أنا أعتبره يعني مقارنة مو صحيحة كما قال أمير المؤمنين أنزلني الدار ثم أنزلني حتى قيل معاوية وعلي، لا يجب أن نقول مثلا القرآن وعلم المثليين، لكن لو فرضنا مثلا على السلوكيات لو فرضنا أنه هذا السلوك اليوم أصبح يمكن أن يجد نفسه هذا الشخص خلف القضبان، في حين هذا يخرج بموافقة رسمية، ويفترض ببلد عاقل متقدم متطور مثل السويد إذا كان يعتقد أن هذا الأمر يؤثر على انضمامه إلى حلف الناتو يفترض أن يكون أكثر عقلانية في التعامل في إعطاء إجازة، وخصوصا أن الأخ الحبيب من أخونا من السويد قال أنه يمنع إشعال ربما عود ثقاب لإيقاظ سيجارة في حين يسمح بالحرق، وهذا أكبر دليل على أن المعايير مختلة تماما. نعم. ولا تخضع إلى أي قياس. نعم. سوى قياس من يتحكم بها. أشكر. ولا نعلم توجهه. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ نور السعدي الباحث الإسلامي ضيفا كريما في الاستوديو، والشكر موفور لحضرتك الأستاذ علاء الصفارة السياسي المستقل، حدثتنا عبر سكايب من السويد. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.